مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. يوم رح اعمل اكتر اكلة حلوة شتوية وبسيطة وسهلة كتير، يلي هي مهلبية القرفة بالكراميل، بنكهة كتير طيبة وكريمية وبتدوب بالتم دوبان. واكيد بس تعملوها على طريقتي رح تبطلوا تعملوا مهلبية العادية او اي نوع مهلبية تاني، لانه نكهتها كتير طيبة ومميزة، والاشخاص يلي بيحبوا القرفة مثلي رح يحبوها لهالاكلة كتير ويصيروا يعملوها دائما، وخصوصي بالشتوية بتدفي وطيبة وكريمية ولا ألذ. وهلا رح اترككم مع الوصفة. قبل ما اترككم مع الوصفة، حابة اضيف فقرة بكل فيديو لنستفاد كلنا مع بعض، يلي هي اني الكم معلومة او فائدة عن المكون الاساسي يلي عم نستخدمه بالفيديو. وهالمرة رح الكم فوائد القرفة. اول شي واهم شي انها بتنظم نسبة السكر بالدم، وهي اهم فائدة لاني بستخدم القرفة بكل اكلات الحلو. كمان مفيدة لامراض والتهاب اللثة وكل الالتهابات بالجسم بشكل عام، مفيدة للدماغ. واخيرا انها بتخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL. وبس هيك، اكيد في كتير فوائد كمان، بس ان شاء الله تستفادوا من هدول على الاقل. اكتبوا لي كمان بالتعليقات شو بتعرفوا عن فوائد القرفة. بالبداية لهي الاكلة رح نخلي السكر يكون نكهته مميزة، لهيك رح نكرمل 15 معلقة من السكر، لانه عم نستعمل لترين حليب، واكيد السكر حسب الرغبة. انا تقريبا بحط لكل لتر 7 معالق. هاي من بعد ما تكرمل السكر، هلا رح اضيف عليه قطعة زبدة صغيرة. اكيد بنضل نحرك السكر لحتى ما يحترق ويطلع نكهته مرة مع الحليب. وهلا رح اضيف عليهم لترين من الحليب. انا هون ضفت الحليب بارد، لهيك فورا رح اضيف فوقه 8 معالق من النشا، لاني ضفت لترين حليب، لكل لتر بيحتاج 4 معالق من النشا. ضفت معلقتين كبار من الكريمة شانتي مع معلقة كبيرة من السحلب الخام. وهلا بحركهم كتير منيح على البارد من فوق، وبهالمرحلة بيكون السكر لزق تحت وقسي لانه ضفنا عليه حليب بارد. انتو فيكن على جنب بتحطوا الحليب مع المواد الجافة، بتخلطوهم كتير منيح على البارد وبعدين بتغلوهم، ومن بعد ما يغلوا المواد هي بتضيفون على السكر. بس انا للسرعة حبيت اضيفهم كلهم مع بعض، وما بيأثر اكيد على النكهة او على القوام، بس مجرد انه بدنا نطول بالنا عليه لحتى يدوب السكر مرة تانية. مثل ما شايفين هون كيف السكر محجر تحت، طبعا بس يغلي كله بيدوب وبيرجع بيتماسكوا مع بعض. هلا من بعد ما غلى الخليط كتير منيح عندي وبلش يتقال، رح ضيف معلقة صغيرة من القرفة يلي رح يعطيها النكهة المميزة والطعم الشتوي الطيب. وهيك قوامه بدنا اياه، مو سميك كتير ولا خفيف، وسط هيك بيطلع قوامه كريمي وكتير حلو. هلا رح حركه كتير منيح قبل ما صبهم بالزبادي، وبنصبهم فورا بالزبادي مشان ما يعمل طبقة. بكاسات او زبادي الحجم يلي بتفضلوه بتصبهم بقلبهم. وهي من بعد ما صبيتهم بالزبادي، هلا رح اتركهم بحرارة الجو تقريبا 10 دقائق لحتى يشكلوا طبقة على وشهم، وبعدين رح ندخلهم على التلاجة لمدة 6 ساعات اقل شيء. هاي من بعد ما طلعتهم من التلاجة، هلا صفي علينا انه نزينهم بقرفة، جوز هند، زبيب، اي نوع مكسرات بتفضلوا، اكيد التزيين حسب الرغبة، بس ضرورية رشة القرفة على الوش بتعطي نكهة وشكل كتير حلو. بس هيك جهزت عنا اكلة شتوية بتدفي وكتير طيبة وكتير بسيطة، وبخمس دقائق بتجهز عندكم. صحتين والف هنا. هذا هو الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا اعملوا مهلبية القرفة والكراميل بطريقتي لانه كتير طيبة وكريمية وبتشهي، وخصوصي بالشتوية ما في اطيب من القرفة والحلو، فكيف اذا جمعناهم مع بعض؟ نكهة السكر المكرمل فيها عطتهم طعم اطيب كمان، واهم شي انه بسيطة وسهلة كتير وما بتاخد وقت بالتحضير ابدا. يلي حابب يتعلم المحلاية السورية كمان عملتها على قناتي الحفلات المولود الجديد وبشكل الطبيعي، وكمان في وصفة مهلبية الكاكاو رح احط لكم اياهم كلياتهم بصندوق الوصف. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بنزله. باي باي.